بعض مكملين. كل سنة والان بي سي اللي عودتنا دائما بالتميز والابداع بألف الخير، كل العاملين فيها من إدارة إلى كل شخص ساهم في إشعاع الان بي سي اللي هي بالنسبة لي أنا الشاشة الماسية. تمنياتي لكم دائما بالتفوق والتميز، ومن خلال برنامج صدى الملاعب الحبيب الصديق مصطفى آغا نوجه لكم تحية ونتمنى لكم كل الخير والسعادة الدائمة إن شاء الله الان بي سي. وهابي بيرثداي ان بي سي. ان بي سي له مكان كتير غالي على قلبي، لأنه هي كانت البيت الأول يلي احتضني ويلي الجمهور العربي يتعرف علي من خلاله. إن شاء الله يا رب عقبال 30 ومية وألف ومليون سنة من النجاحات. ان بي سي هابي بيرثداي، كل سنة وانتي طيبة، عيد ميلادك 30 وعقبال سنين كتير ومزيد من النجاح والتقدم والإزدهار، ودايما تكوني معانا في كل أعمالنا وكل احتفالاتنا وكل النجاحات. مكملين وان شاء الله مع بعض مكملين و30 سنه. وكل الشكر للي طبعا لصابر ونور ولمنا ولكل النجوم الكبار اللي حيطلعوا معنا خلال هذا البرنامج.